نرجع الطابه من اوفنسيف ريباوند بوقت شارون شورتر بيخترق بمرر لمايك، مايك هارس بيعمل فيك بوصلوا يا لشورتر، حلوه كثير التمريره، شارون شورتر بسجل اولى نقاط المباراه بتمريره حازمه من مايك هارس، لعبوا تمريره مايك ولعبوا علي حيدر. شورتر مع والتر هاتش، شورتر بيطلع لبرا عند علي حيدر من جيت شانون شورتر بيعمل فيد اواي بسدد ما بيسجل، الريباوند كمان عود بيعمل كنترول على الطابه بعد الديفنسيف ريباوند وصلها لشورتر، شورتر بياخذ السيده مع الباك بورد بيسجل شانون شورتر اولى سام يخسر معه لشورتر، شانون شورتر بيخترق ما بيسجل شانون، اوفنسيف ريباوند لمايك وورتر الاول بيبقى منه 11 ثانيه، شانون شورتر عم يحاول يتخطى كرم مشرف، دفاع ممتاز لكرم، شانون شورتر بيخترق بفضي لبرا عند جان، جان بياخذ التسديده ما بتنجح والفرص صالح فريق عمانتمن بهالمباراه. شانون شورتر في خطا لصالح شورتر، الخطا من كرم مشرف. بالعاده عم نشوف الفاول اللي ارتكبه كرم جديد. شانون شورتر بيخترق بسجل شانون شورتر نقطة السادسة والفارق بيرجع بيزيد لصالح الرياضي بيروت على حساب عمان من لتسعة. سام دبل تيم على سام يونغ، تبقى البوزيشن لصالح عمان من لعند عفوا بين شورتر وتشارلز ديفيد. الرياضي عم يسيطر على الريباوند، تسديدة شانون شورتر كمان ما بتنجح وكمان اوفنسيف ريباوند وهالمرة بيسجل شانون شورتر، سيطرة كاملة بالريباوند 16 ريباوند لفريق الرياضي مقابل 6 بس لفريق عمير سعود. أمير بمرر بعد عنده 6 ثواني فريق الرياضي بهالهجمة، شورتر بيخترق، شانون شورتر بسدد ميد رينج شوت ما بيسجل، سي حيدر كثير ذكي كانت تمريرة اسماعيل احمد لكن ما كان عنده فينش هايك بوقت شورتر عم يمرر لعلي محمود، شانون شورتر كمان بيعمل فيك بسدد ميد رينج شوت بيضيع المحاوله والريب. استفيدوا فريق هومنتمن من البنتريشن على السله، عم يستفيدوا من غيابه لمايك اللي صار بفاول ترابل بثلاث اخطاء، تشارلز ثابت، تشارلز بسدد من المسافه المتوسطه، تايمينج ممتاز على الديفنسيف ريباوند، شانون شورتر بسدد من المسافه المتوسطه ما بيسجل، الي شمعون لصالح فريق عمان 33-36 دقيقة واحدة بيبقى من الكوارتر الثاني، شانون شورتر بتعرض للبلوك شوت وعلي حيدر، شورتر عم بيحاول يقطع عن والتر هاج بيخترق شورتر بسجل شورتر نقطة 13 هايك عم يطلب الطابة معه شورتر بالديفنس عم يجرب يلعب عليه، خطأ لصالح هايك، الخطأ من شانون أو أوت أوف باونس. جان عبد النور كمان جان تسديدة ثلاثية بسجل جان عبد النور نقطة الخامسة، نقطة وحيدة والتر 45-44 تسديده ثلاثيه شانون شورتر بكمل البرسنتج العالي لفريق الرياض، تمريره لهايك جوكشيو، هايك عم يلعب على شورتر ما بيسجل هايك، الريباوند لمايك هارس تسديده الثلاثيه الفارق سبعه، والتر هاج بيتعرض للخطا، خطا لصالح والتر، رجعت التمريره لعبد النور شورتر بعد عنده اربع ثواني ثلاث ثواني، شورتر بسدد المحاوله الثلاثيه ما بتنجح والتر هاج، اسماعيل احمد بيعمل فيك اسماعيل بيخترق بس ما بيسجل اسماعيل في بلوك شوت وفاست بريك، عبد النور بيسجل حيدر على الديفنسيف ريباوند، شانون شورتر بيخترق شورتر بيتعرض للبلوك شوت وجع عبد النور على الديفنسيف ريباوند، جاء لشانون شورتر فريق الرياضي عم يحاول يعمل بريك وشورتر بسجل نقطه 17 وبطلع الفارق لتسعه، عم يعمل الليد بتسع نقاط فريق الرياضي مع دفاع لصالح فريق الرياضي، امير بيعمل كنترول شورتر بروح على السله ما بسجل شانون شورتر وعلي حيدر،
شارون شورتر بسدد بالمسافة المتوسطة ما بسجل. شانون شارون شورتر خطأ. شانون شورتر شانون بسدد على الارض. يا شانون يا شورتر 22 نقطة لشانون.